السلام عليكم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين واعزائي المشاهدات في هذا الفيديو الجديد اللي كنتمنى من خلاله انه القاكم باحسن صحه وعافيه وتكونوا ان شاء الله بخير وعلى خير. فجمعه مباركه عليكم وعلى الجميع، ونهاركم مبروك وصيام مقبول ان شاء الله. الفيديو اللي كان قدامنا اليوم، فكيف كتشوفوا راه العروض ابتداء من اليوم حتى النهايه ديال الستوك اللي كاين عندهم. وبالنسبه لهذه العروض هذه غادي تكون في واحد المحل ديال البيم اللي غادي نشارك معكم طبيعة الحال وكيف العادة العنوان ديالو صندوق الوصف او لا في الاخر ديال الفيديو. فكنبغي دائما نشكركم على التشجيعات ديالكم وعلى الدعم ديالكم لينا، وكنبغي نحيي ونشكر بزاف ديال الناس اللي كيشاركونا التجارب ديالهم. ومرحبا بالناس الجدد لاول مره كيشوفوا القناه ديالنا، ما تنساوش تشاركوا وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديال القناه في الوقت ديالو. غنبداو على بركه الله نشوفوا العروض اللي كاينه معنا. فاول حاجه كاينه معنا، فكاين معنا واحد المزهريه كيف كتشوفوا هنا في الصوره. فهاد المزهريه هادي لا ماتير من مصوبه بالكريستال. فبالنسبه لهذه المزهريه هذه الثمن ديالها راه كانت دايره تقريبا 100 درهم في العروض الوطنيه، وفي هذه العروض التخفيضيه غادي تلقاوها دايره عندهم تقريبا 60 درهم يعني 1200. فبالنسبه لاطاي ديالها راه فيها تقريبا 25 سنتيمتر في العلو ديالها. ايضا كاين واحد حامل ديال الفرشات والورق الصحي، فهذا كان داير تقريبا عندهم واحد 130 درهم، ودابا غادي تلقاوه داير عندهم 90 درهم. بالنسبه للعلو ديالو راه فيه تقريبا 80 ونص سنتيمتر، والقطر ديالو ديال التحت راه فيه تقريبا 22 سنتيمتر. الوزن ديالو راه فيه تقريبا غير شي 2 كيلو ونص، دونك راه ما ثقيلش، وهذا راه مصنوع من واحد الفولاذ ما كيصديش. بالنسبه للثمن كيف كتشوفوا 130، وغتلقاوه داير غير ب 90 درهم. هذه الصوره ديالو هنايا واضحه احسن. ايضا كاين واحد ايطاجير ميغال بالنسبه لي سال دو بان، حتى هو مصنوع من واحد الفولاد ما كيسطيش، فيه جوج ديال الطاجيرات، فيه الطاجيره الفوقانيه والتحتانيه، وكيجي في القناه. فهذا الثمن ديالو راه كان داير تقريبا واحد 90 درهم، وغادي تلقاو عندهم دابا داير غير 60 درهم، دونك نقصات فيه واحد 30 درهم. من 1800 غتلقاوه داير 1200. ايضا كاين لي زاكسيسوار ديال صال البان، كاين اول حاجه فيهم كاين هاد حامل الصابون، هذا الشكل ديالو، كاين واحد الشكل ثاني حتى هو، فهذا كندير 30 درهم غتلقاوه داير 20 درهم. بالنسبه لهذا راه الماكس ديال الحموله اللي يقدر يهز حتى 5 كيلو، وانتم ما غاديش تحتاجوا تحطوا فيه شي حاجه ديال 5 كيلو، كتعرفوا الصابون كيكون خفيف والتركيب ديالهم هذا راه كيكون ساهل. بالنسبه للاسي ديالو راه كرومي، وكاين هذا الثاني حتى هو كيف قلنا حامل ديال الصابون الشكل الثاني، فهذا حتى هو كندير 30 درهم وغتلقاوه داير حتى هو 20 درهم. ايضا كاين الحامل ديال المناشف بورت سيرفييت، بالنسبه لهذا كاين هذا الشكل وكاين واحد الشكل اخر، حتى هذا كندير 30 درهم وغتلقاوه داير حاليا عندهم ب 20 درهم. فهذه الصوره ديالو واضحه. كاين هذا الثاني، هذا اللي فيه جوج ديال الكروشيات تعلقوا فيه حتى هو الفوطات، هذا حتى هو كان داير 30 درهم وغتلقاوه داير 20 درهم. حتى هو لاصي ديالو كرومي، وكلهم تقريبا الماكس ديال الحموله تقريبا 5 كيلو. ايضا كاين حامل ديال الورق الصحي، الشكل ديالو حتى هو زوين، فهذا حتى هو 30 درهم باش كان، ودابا غتلقاوه ب 20 درهم. دونك هاد لي زاكسيسوار كاملين اللي شفتو دابا كانوا دايرين 30 درهم وغتلقاهم دايرين 20 درهم لواحد، دونك نقصات فيهم واحد 10 ديال الدراهم. ايضا هنايا حامل ديال فرشه الاسنان ومعجون ديال الاسنان كيف كتشوفوا عنده داك الكاس، فهذا حتى هو نفس القضيه 30 درهم، ودابا غتلقاوه داير عندهم غير 20 درهم. هما كلهم كيف قلنا اللون ديالهم كرومي. بالنسبه لهنايا كاين معنا غطاء سري لشخصين او لكويت بلونش دو بلاس كيف شتو راه ابيض. بالنسبه للديمونسيون ديالو فيه تقريبا متر و95 على 2 متر و15 كيف كتشوفوا هنايا في الصوره. فهذا كندير عندهم تقريبا 150 درهم في العروض الوطنيه. بالنسبه لهاد العروض التخفيضيه غتلقاوه داير 100 درهم، دونك هادي فرصه باش تقدموا مثلا بحال هاد العروض هادي وتخليوها لكم العام الجاي اللي غادي يكون فيه ان شاء الله البرد والشتا كيف العاده. كاين ايضا غطاء سرير لشخص واحد كويت بلونش بالنسبه لان بلاس، فهذا 100% مصوب من الفيبرو من الميكروفيبر. وبالنسبه للثمن ديال هذا راه كندير تقريبا 120 درهم،
وفي هذه العروض التخفيضية غادي تلقاوه هدية تقريبا 80 درهم، نعم 80 درهم، فمن 120 درهم 80 درهم نقص نقصات 40 درهم، هتلقاو ديال ب 1600 ريال. كاينه ايضا هاد طابلو ديكوراتيف لوحه ديال التزيين، فبالنسبه لهاد الطابلو هذا ففيه 40 على 30 سنتيمتر، وبالنسبه للغولد ديالو ففيه تقريبا واحد 2.5 سنتيمتر، فبالنسبه للثمن ديالو هذا راه كندير تقريبا 70 درهم، وغتلقاوه دابا ديال 40 درهم، يعني غتلقاوه ب 800 ريال في هذا المحل هذا. هذه الصوره ديالو واضحه، وكاينين جوج ديال الزواقات اخرين. ايضا كاين واحد مصباح ديال التزيين ديال الديكور، ماشي هذا، هذا اللي شفنا دابا، فهذا كندير تقريبا 30 درهم، وغتلقاو عندهم حاليا ديال 21 درهم، يعني 420 ريال، فهذا راه كيشعل كيعطي واحد الديكور زوين. وكاين ايضا هذا المصباح الديكور هذا حتى هو راه ديجا كنداز عندهم في هذا المحل هذا. وبالنسبه لهذا راه كيف كتشوفوا راه عنده 3 ديال الرجلين، وعنده الشابو ديالو. بالنسبه للعلو ديالو راه فيه تقريبا متر و42 سنتيمتر فاصله 5، وبالنسبه للكابل ديالو ففيه 3 متر. فيما يخص الثمن ديال هاد الارتيكل هذا كندير 250 درهم، غتلقاوه داير عندهم حاليا 150. ايضا كاين معنا واحد سله ديال الملابس، بالنسبه لهاد السله ديال الملابس ففيها 35 في القطر ديالها، وبالنسبه للعلو ديالها راه فيها تقريبا 50 سنتي، يعني نص متر. بالنسبه ليها راه كتهز تقريبا 48 اترو. البره ديالها من العود، من الداخل راه فيها القطن والبوليستر. بالنسبه للثمن ديالها راه كانت دايره تقريبا 120 درهم، وغتلقاوها حاليا دايره عندهم 80 درهم، دونك تنقص فيها الثلوج، غتلقاوها دايره عندهم 1600. ايضا كاين هاد المدفأة لي واخا غادي نشوفو بما الوقت ديالها فات، وانما راها فيها واحد التخفيض مهم، هيقدروا ياخدوها بزاف ديال الناس باش يخدموا بها العام الجاي ان شاء الله. فهاد المدفأة هادي ديال الكيوي كيف كتشوفو، بالنسبه ليها راه فيها واحد الرويد باش كتقدروا تحركوها، حيت هي راه ثقيله. وبالنسبة أيضا لدرجة الحرارة راه كتقدروا تحكموا فيها، حيت الترموستات ديالها أجيستابل. وبالنسبة للثمن ديال هادي راه كانت دايرة من قبل كانت دايرة 500 درهم، هاد العام جابوها ب 550 درهم، ولكن في التخفيضات لقاوها دايرة غير 300 درهم، دونك فيها واحد التخفيض زوين ديال 200 تقريبا 250 درهم. فكيف قلنا غتلقاوها بالسلف ريال. كاينه معنا ايضا خزينه ديال المطبخ اللي في العرض ديالها كيف كتشوفوا فيها 39 سنتيمتر، وبالنسبه للغرق ديالها فيها 32 سنتيمتر، والعلو ديالها فيها تقريبا جاي المترو. فبالنسبه لهاد الخزينه هذه كيف قلنا كتكون في المطبخ، او على حسب مثلا الاختيارات ديالكم. ففي الفوق ديالها فيها واحد المجر، او لا مثلا واحد الباب اللي تيتحل من لتحت للفوق، كتقدروا ديروا فيه مثلا سله ديال الخبز كيف موضحه الصوره. وفيها ايضا واحد المجر في الوسط، وواحد الباب لتحت ملي تنحلو تلقاو فيه جوج ديال الطاجيرات. فهاد هاد الخزينه هادي راه في العروض الوطنيه كانت دايره تقريبا 350 درهم، وفي هاد العروض التخفيضيه غتلقاوها دايره 200 درهم، دونك من 7000 ريال غتلقاوها ولات دايره 4000 ريال، فصراحه تخفيض زوين. وكيف شفتوا العروض من الاول حتى الاخر ها هي قدامكم. فبالنسبة لهذا المحل هذا فالعنوان ديالو غادي تلقاوه في المنطقة ديال سيدي مومن الدار البيضاء، في واحد البلاصة كيسميوها نجمة سيدي مومن، وأقرب بلاصة ليه فهو المحطة ديال التراموي، التيرمينيس ديال التراموي، يعني ملي غتوصلوا للتيرمينيس ديال التراموي فغادي تسولوا على هذا المحل هذا، غادي تلقاوه قريب منها بزاف. فبالنسبه لهاد المحل هذا راه ماشي اول مره غادي يديروا فيه هاد العروض، حيت هاد المحل كان باقي جديد وداروا فيه بزاف ديال العروض. هادي تقريبا العرض الثالث من العروض التخفيضيه اللي غادي نشارك معكم عليه. فنتمنى تكونوا استفدتوا معايا اليوم كيف العاده، ويكون عجبكم الشرح بطبيعه الحال. وكنبغي دائما نشكركم على التشجيع ديالكم، على الاراء ديالكم، وكنبغي نشكر بزاف ديال الناس اللي كيعطيونا وكيشاركونا التجربه ديالهم. وكنبغي نرحب بالناس الجدد اللي اول ما كتشوفوا القناه، ما تنساوش تشاركوا معنا
وتنضموا للعائلة ديالنا، وما تنساوش نتوما كاملين تعاودوا تفعلوا الجرس او لا تحيدوه وتردوه، باش هكا يبقى يوصلكم ان شاء الله الفيديوهات ديالنا في الوقت ديالهم، لان بزاف ديال الناس ولاو كيتشكاو من هذه القضيه هذه. ما عرفتش انا علاش ما بقاوش كيوصلوا الفيديوهات ديالنا. وبالنسبه للطريقه الاخرى فغادي تدخلوا اليوتيوب، غادي ديروا روشيرش سواء تكتبوا مراكون شو او عروض المغرب، وغادي يطلعوا عندكم ان شاء الله الفيديوهات ديالنا. فتنتمنى لكم صيام مقبول وجمعه مباركه، ونتلاقاو ان شاء الله في قادم الفيديوهات. نلقاكم باحسن صحه وعافيه. تبارك الله عليكم.